مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من شؤون الساعة. في العام 1983 احتفلت السلطنة بعام الشبيبة، وبعده بعشر سنوات خصصت العام 1993 عاما للشباب، وهو ما يعني أنها قد تنبهت مبكرا لقيمة وأهمية الشباب كقوة دفع باتجاه التنمية وبناء الدولة الحديثة. اليوم نطرح في شؤون الساعة سؤالا مهما حول مدى الاستفادة من طاقة الشباب في تحقيق الطفرة الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، وذلك في ضوء تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي تحدث عن أكبر جيل للشباب تشهده البشرية بالرقم القياسي لعدد سكان العالم من الشباب البالغ الآن 1.8 مليار نسمة. كما نناقش أيضا التحديات التي تواجه الشباب مطلع القرن 21 والفرص الهائلة التي لديهم لتغيير الواقع حول العالم. ضيوفنا في هذا الملف المفعم بحيوية الشباب في الاستوديو الدكتور حمود بن خميس النوفلي، الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس، وعبر الأقمار الاصطناعية من الكويت الدكتور عبد الأمير الهندال، أستاذ التنمية الإدارية والبشرية بجامعة الكويت، وينضم إلينا من لندن الأستاذ محمد عايش المحلل والمتخصص في الشؤون الدولية. مشاهدينا، فاصل قصير نبدأ بعده حوارنا في حلقة هذه الليلة من شؤون الساعة، مرحبا بكم. إذا نرحب بكم مشاهدينا ونجدد الترحيب بضيوف الكرام، وأبدأ مع الدكتور حمود. كما أشرنا دكتور في بداية المقدمة، هناك مناسبتين وطنيتين في عام 1983 وعام 1993، يعني خلال 10 سنوات تركيز كان للشبيبة والشباب، ولا يزال هذا التركيز مستمر. ما قيمة ودلالة التنبه المبكر للسلطنة لدور وأهمية الشباب في مشروعها التنموي الطموح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أنا أحييكم وأشكركم على طرح هذا الموضوع الرائع اللي هو موضوع يهم الشباب، وهي كما ذكرتم الآن التقارير تشير على أن هناك 1.8 مليار على مستوى العالم، لأول مرة يكون بهذا العدد، وكذلك السلطنة لديها جيل نسبة يعني ليست بهينة، يعني 22% من الشباب من سن 15 إلى 24 هم الآن في السلطنة. وبالتالي جوابا على سؤالك بالتنبه السلطنة منذ البداية، بداية السبعينات، في الاهتمام خلال خطب صاحب الجلالة يحفظه الله، يعني في الاهتمام، ولم يبدأ فقط في عام 83، الاهتمام بالشباب منذ بداية السبعينات. صحيح. تم الاهتمام بوضع كثير من اللمسات، وانشئت وزارة خاصة للشباب في البداية. هي التنبه للشباب، لأنه الدولة في بداية عصر النهضة محتاجة إلى بناء مختلف الجوانب، وبالتالي ذلك البناء سيعتمد على الشباب، قطاع الشباب الذي هو الذي يستخرج الخيرات هذه البلد، الذي يعمر هذه البلد، الذي يعول عليه الكثير، وهو الرئة التي يتنفس بها هذا البلد. وبالتالي إن أغفل الشباب ولم يعطوا الاهتمام الكافي من التنمية، فإنه لا يمكن أن تقوم يعني التنمية على الوضع الذي نراه الآن، والحمد لله. يعني بعد 40 سنة نحن ذلك الإنجاز أو ذلك الحرص منذ السنوات الأولى نجني ثماره الآن كمجتمع عماني، بالجيل الشباب الذين في ذلك الوقت هم الآن الذين أسسوا القاعدة التي يبنى عليها المجتمع، وبالتالي الآن نعيش في خيرات هذا ذلك الجهود يعني اللي بدأت في البداية. حقيقة المناسبتان التي أشرت إليهما في مقدمة هذه الحلقة هي كعامين مخصصين. نعم. للشباب. نعم. وكما أنت أشرت، منذ البداية كان الشباب في فكر جلالة السلطان. الآن ما هي أبرز الجوانب يعني وملامح هذا التركيز التنموي للشباب في الوقت الحالي؟ نعم، خلال مسيرة النهضة. نعم، يعني نلاحظ بأنه لم تتوقف على تخصيص عام فقط، يعني وإنما كانت التخصيص عام من أجل إعطاء تسليط الضوء على كثير من الجوانب، عام الشبيبة وعام الشباب، ومن بعدها تم وضع كثير من اللمسات التي تعنى بالشباب. يعني عندما نتحدث عن الاهتمام بالتنمية البشرية والمقصورة على الشباب، نتحدث عن جوانب متعددة، عن جوانب تعليمية، عن جوانب
رياضية عن جوانب. يعني الآن في السنوات الماضية رأينا المكرمة السامية بتخصيص مليون لكل نادي للاهتمام بالجانب الثقافي والرياضي، ورأينا تخصيص لجنة للشباب وأعطيت مهام ومسؤوليات. السنة قبل الماضية رأينا بإنشاء صندوق رفد الذي تم إمداده ب70 مليون وكل سنة 7 ملايين. كل تلك يعني المسيرة مستمرة، ما زالت البعثات التي ازدادت يعني تضاعفت يعني أكثر من 100%. يعني الآن عندنا أكثر من 35 ألف في العام، هناك بعثات الدراسات العليا، هناك منح داخلية وخارجية، كل ذلك يعني في قطاعات متعددة. هناك إنشاء للمجلس البحث العلمي الذي يقدم يعني منح هائلة للجوانب البحثية والجوانب العلمية، هناك اهتمام بجوانب الابتكار، هناك الآن في إنشاء حاضنة الابتكار لاحتضان الجوانب المواهب في مختلف المجالات. فإذا يعني جميع القطاعات الحكومة حاولت أن تعطيها الاهتمام التي ترتبط بالشباب، سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا العطاء لا ينتهي من قبل الحكومة لدعم الشباب. طيب دكتور عبد الأمير، صندوق الأمم المتحدة للسكان يرى في تقريره أنه بمقدور البلدان النامية كما يشير التقرير التي يمثل الشباب نسبة عالية بين سكانها أن تحقق طفرة في اقتصاداتها، شريطة أن تستثمر بقوة في تعليم شبابها، في صحتهم، في حماية حقوقهم. إلى أي مدى دكتور برأيك ينطبق ذلك على دول الخليج العربية بالمقارنة ببقية العالم العربي الذي تتمتع بنسب عالية من الشباب لكن ليس لديه الثروة لتحقيق هذه المطالب؟ هل نجح الخليج في ذلك؟ هنا الدكتور حمود قد أشار إلى بعض الجوانب فيما يخص السلطنة، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحب أني أهني السلطنة في أعيادها، والعيد كان عيدين حقيقة بيطلع البهية لجلالة السلطان، وإن شاء الله تدوم المحبة والأعياد على السلطنة. آمين. إجابة لسؤالك أستاذ يوسف إن شاء الله أجمعين، بالنسبة حق الشباب حقيقة إضافة لكلامكم عن الشباب، الشباب فقط شباب مسمى عام، ولكن لابد أن يكون عقول سليمة وأجساد سليمة. لما نشوف أن عملية الشباب إذا استثمرنا فيهم راح يكونون هم الثروة الحقيقية، وإن لم نستثمر راح يكونون مثل ما صار بعض الدول أنهم استنفذت هذه القوة ولم يستفاد منها. طيب كيف بالنسبة للوضع لدول الخليج؟ نعم. ركزنا على دول الخليج، يعني نعم. احنا ركزنا على التعليم وعلى الصحة، يعني لو تشوف أنت محاور خطط التنمية البعيدة المدى تتحدث عن صحة وتعليم، تعليم في كل القطاعات من الابتدائي إلى العالي، والصحة كذلك الاهتمام فيها. نجد أن صحة المواطن الخليجي تصل إلى أكثر من 70 عام، معدل العام للشخص الخليجي. نشوف حالة الوفيات، لما نقول أن 10 أفراد يتوفون من 100,000 مقارنة ب1600 شخص يتوفى من 100,000 الصومال. لما نشوف أنت هذه المقارنة ترى مدى الاهتمام في الجانب الصحي في دولنا. بالنسبة حق التعليم احنا عندنا قوة ضاربة كثيرة، يعني إذا كان في العالم العربي 350 مليون، هذا 350 مليون 50% منهم شباب، إذا أنت تتحدث عن 175 مليون شخص مواطن عربي شاب. احنا في دول الخليج نسبتنا تعدت 50% من مواطنين الدول الخليجية، إذا أنت تتحدث عن 60% تقريبا. هذا الشاب اللي استثمرنا فيه في صحته في تعليمه هو اللي راح يكون القوة القادمة والتي تستطيع أن تنفذ جميع خطط التنمية، ولولا لن نستطيع أن ننفذ أي خطة من طيب الخطط. دكتور هل نجح الخليج في هذا الاستثمار؟ برأيي أن الخليج الآن على هذه الخطة، يمكن بعض الخطط تتأخر، ولكن الخطة الآن سائرة على هذا المنال. لولا الشباب لن نستطيع أن نخطط. على سبيل المثال خلنا نأخذ مقارنة صغيرة بين الكويت وعمان، سلطنة عمان عندنا خطط خمسية، سلطنة عندهم الخطة التاسعة اللي هي 2016-2020 ونحن الآن 2014-2015 إلى 2020. لو أقول لك محاور خططنا إحنا اثنيننا، وأقول لك محاور الخطة وشيل الاسمين من المحاور، لا ترى أن المحاور متشابهة وتعد تكون أنها واحدة. المحاور تتحدث عن شباب،
عن تنمية مجتمعية، تتكلم عن زيادة الناتج المحلي، تتكلم عن دعم التنمية البشرية والمجتمعية، تتكلم عن إدارة حكومية فعالة أو فاعلة، تتكلم عن تطوير سياسات سكانية. هذا الأمر تراه في السلطنة وفي الكويت، وهذا الأمر لن يستطيع أن ينفذه أحد لولا قدرة وطاقة الشباب. بمعنى سمو الأمير في الكويت وجلالة السلطان في السلطنة انتقوا شباب لارتقاء المناصب الوزارية، وكذلك ما تحت الوزراء من وكلاء ومن مدراء، نشوف الدماء الشابة هي التي تنعش هذا الخط السليم اللي راح نشوفها على مجتمعاتنا القادمة. طيب. هذا الأمر الشباب إذا عرفنا قدراتهم ورغباتهم، قلت لك راح نكون احنا مستثمرين في الطريق الصحيح. طيب. وراح نتميز عن بقية الدول الأخرى العربية. طيب استاذ محمد، أعود إلى تقرير الأمم المتحدة، الرقم القياسي الحالي وفق تقرير الأمم المتحدة لعدد سكان العالم من الشباب بلغ كما أشرنا 1.8 مليار نسمة. برأيك أنت وبنظرة عالمية، كيف يتيح ذلك فرصة هائلة للتغيير نحو الأفضل في المستقبل؟ البشرية هي أهم أنواع البنى الأساسية في أي دولة، وبالتالي هي أهم المقومات التي يمكن الاعتماد عليها في أي عملية تنمية. لكن بشكل عام أنا يعني أو بنظرة سريعة على العالم العربي بشكل خاص كونه أكثر أهمية، أنا بتقديري علينا الفصل بين دول الخليج وبين العالم العربي. دول الخليج سجلت تقدم جيد في اتجاه التنمية البشرية بما في ذلك أو بالتركيز على الشباب، وأنا أضرب مثالا على ذلك برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي. هذا كان برنامج واضح بالنسبة للسعودية وهي أكبر دولة خليجية، برنامج واضح يتعلق في مسائل الابتعاث وما إلى ذلك، ومسألة الابتعاث الخارجي وتحسين نوعية التعليم بالنسبة للشباب، هذه كل دول الخليج تخصص لديها مبالغ طائلة، وهذا نشاهده يوميا حقيقة في الجامعات الأجنبية. أصبح أفضل أنواع الطلاب بالمناسبة في الجامعات البريطانية والأمريكية هم الطلاب الخليجيون، بعد أن كان حتى بالأمس القريب يعني كان الخليج مستورد للعقول، الآن هو يعني يصدر حتى العقول إلى الخارج. أما فيما يتعلق في العالم العربي فبشكل سريع، في العالم العربي من أصل 350 مليون إنسان هناك 90 مليون يعيشون تحت خط الفقر، وهذا رقم مرعب يعني في الحقيقة. هذا الرقم يعني أننا أمام كارثة بشرية يعيشها العالم العربي. لو أخذنا على سبيل المثال الاقتصاد اليمني، الوضع الاقتصادي في اليمن، اليمن انكمش اقتصاده في العام 2011 بنسبة تزيد عن 15%. ليبيا تعطلت وانكمش الاقتصاد خلال السنوات الماضية. معظم العالم العربي يعاني أزمة اقتصادية خانقة. مصر أهم أكبر دولة عربية من حيث البنية البشرية، من حيث الكتلة البشرية، أيضا تعاني أزمة اقتصادية خانقة، وكانت تعاني انكماشا في سنة العام 2011 بشكل خاص و2012 عام الثورة. وبالتالي هناك أوضاع اقتصادية مأساوية. الإنفاق على البحث العلمي في الحقيقة في العالم العربي بحاجة لإعادة نظر. نحن نتحدث يعني يكفي أن نشير إلى حقيقة مفادها أن إسرائيل وحدها المزروعة في قلب العالم العربي تنفق على البحث العلمي 13 ضعف ما تقوم كل الدول العربية مجتمعة بإنفاقه. 22 دولة عربية تنفق على البحث العلمي أقل ب 13 مرة مما تنفق إسرائيل. لك أن تتخيل المشكلة التي يعيشها العالم العربي. وبالتالي بنظرة شمولية على العالم العربي أنا أعتقد لدينا مشكلة في التعامل مع أو تنمية الإنسان، تنمية وتطوير الإنسان بما في ذلك عنصر الشباب في الوقت الذي يجمع كل علماء وفقهاء الإدارة في الكون على أن الإنسان هو العنصر الأساس في طيب. أي عملية تنمية، ولا يمكن أن تمر أي عملية تنمية وتطوير للدول أو للاقتصادات أو عملية تحقيق نمو اقتصادي بدون تطوير هذا الإنسان. جميل. وبدون تطوير تحديدا شريحة الشباب. من حيث ما انتهيت أعود إلى الدكتور حمود. دكتور حمود، أنا أشار إلى نقطة مهمة وهي تنمية الإنسان. هنا في السلطنة يعني واضح جدا في مسيرة النهضة المباركة، الإنسان كما أشار جلال السلطان هو صانع التنمية، هو هدفها النهائي.
هذه الفلسفة عفوا كيف عولت السلطنة عليها في استثمار مواردها البشرية وخاصة الشباب؟ كما أشرنا في البيانات السابقة التي ذكرناها من الجوانب التعليمية والجوانب الابتعاث وغيرها من الجوانب التي شملت بعد ذلك الاهتمام باللجان وإعطاء الفرص للشباب في المشاركة، يعني سواء كان في مجلس الشورى أو كان في بعض المناصب القيادية الموجودة، التوظيف يعني الشباب الذي رأينا له انعكاسات إيجابية جدا على الواقع التطوير الإداري في السلطنة، كل ذلك يعني المطلوب على أن يتحول الشباب إلى طاقة منتجة يساهم في الدخل القومي للسلطنة وليس هو عبء على التنمية أو هو ما زال يعتمد على الاعتمادات يعني المواد الخام من النفط وغيره يعني فقط الاستهلاك. فتحويل ذلك عموما علينا أن لا نخلط الأمور بأن نتعامل مع يعني الشباب بقالب واحد، وإنما علينا أن نميز على أن هناك نسبة لعلها 3% أو 4% من الشباب هم موهوبين أو مبدعين يضيفوا للمجتمع بأكمله، يعني سواء في جميع المواهب المختلفة سواء كان في العلمية أو الأدبية وغيرها، وبالتالي التركيز على هؤلاء كما ذكر المقارنة الأستاذ محمد على أنه يعني إسرائيل تخصص للجانب البحث العلمي، نحن محتاجين هذا التخصيص للبحث العلمي للمواهب وللقدرات التي وليس للشباب بشكل عام، نحن محتاجين للتعليم لنرتقي بالتعليم في الجوانب المختلفة، محتاجين إلى الجوانب الصحية لأنه الشباب له احتياجات، جانب نفسي، جانب اجتماعي، وجانب التعليمي. مفترض أن نحصن الشباب بتلك المستويات المختلفة حتى نستطيع أن نضمن أن هذا الشباب ممكن أنه يصبح منتجا بعد ذلك. أنا أشبه الشباب بمثل المولد الكهربائي الذي إن قمت بصيانته وعملت بعملية تغذيته يعني ينير لك بلد بالكامل وتشغل عليه المصانع وغيره، إن تركته وأهملته ممكن ينفجر ويؤدي إلى حرائق ويؤدي إلى انفجارات وخلل في جوانب كثيرة. جميل هذا التشبيه. أعود إليك الدكتور عبد الأمير، باعتبارك أستاذ التنمية البشرية، كيف يساهم هنا العائد الديموغرافي في أي بلد لديه قطاع كبير من سكانهم من القادرين على العمل في تحقيق مكاسب اقتصادية محتملة تدفع بالتنمية إلى الأمام، وهو موضوع يهمنا نحن كخليجيين؟ نعم، إحنا خلنا نأخذ مثال على ما تفضلت منه، مثال واضح على مبادرة سمو الأمير في الكويت على إنشاء الصندوق العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا أعتقد هو يشيل عبء كبير عن الحكومات أن يكون المجتمعات الخليجية شباب مستهلك أو فقط موظفين في الحكومة، الحكومة تصرف عليهم وتعطيهم رواتبهم. المشروعات الصغيرة هي العقلية اللي راح تنمي البلاد، لما نقول إحنا القطاع الخاص هو جزء كبير ولا يتجزأ من عملية التنمية في البلاد ويكون عليه عاتق كبير في تنمية البلاد. إذن المشروعات الصغيرة متى ما استثمرت، وهذا المثال استثمر في النمور الآسيوية، في كندا، في إيطاليا، المشروعات الصغيرة يمكن نشوف الفاميلي بزنس أو المشروعات العائلية كذلك، مشروعات صغيرة حتى تبدأ وتنطلق من البيوت وحققت الكثير من التنمية. اليابان بنفسها أساسا هي عبارة عن إمبراطورية ولكنها عبارة عن مجتمعات صغيرة بنت الإمبراطورية الكبيرة، الشركات اللي كانت صغيرة وصغرى بدأت من أفراد وصارت مملكة كبيرة، كل شركة من الشركات بدون ذكر الأسماء. إذن المشروعات الصغيرة أعتقد هذا هو المشروع الكبير اللي نعول عليه شبابنا، أن يمكن يحتاجون إلى مثلث من الدعم، دعم مادي، دعم معنوي، وكذلك تبسيط إجراءات العمل لتسهيل مهمة انقماسهم ودخولهم في هذا المعترك التحدي الكبير. احنا مو فقط نهيئ للشباب، الشباب ماذا يريدون من الحكومات، احنا نهيئ لهم، ولكن كذلك عليهم معول كبير ان الاستفادة من التكنولوجيا والتي سخرت الآن للشباب بأرخص الأثمان. التكنولوجيا كانت غالية جدا وكانت محكورة على يمكن مثل النت والإيميل، كان محتكر على الأمور العسكري ومثرم الشركات الكبرى، والآن صار في متناول اليد للجميع. هذا التحول الكبير في التكنولوجيا يجب أن يسخر الشباب، مو فقط
برامج التواصل الاجتماعي اللي نشوفها مثلا كثير من الشباب يلهو بها ويبتعد عن الهدف الأسمى والأكبر لإنشاء مجلة هذه البرامج، برامج التواصل. طيب أستاذ محمد في لندن، يعني كنا تحدثنا عن الجانب الاقتصادي المحتملة، ولكن حتى اللحظة ربما يدور النقاش في مراحل الأولى وهذا طبيعي حول الجانب الاقتصادي والتنموي لما يمكن أن يقوم به الشباب من خلال العمل والإنتاج، لكن ماذا عن الجانب السياسي الاجتماعي الفكري الثقافي الذي يمكن يحقق تقدما أيضا باعتباره جزء مهم وبارز في المواطنة؟ يعني أنا أعتقد بأنه الشباب هم مركز العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعني هذه شرائح الشباب هي التي بنت المجتمعات وهي التي أسست هذه الدول وهي التي يعول عليها الآن عمليات الإصلاح وعمليات التنمية. وبالتالي لكن أنا أظن بأنه المطلوب من الأطراف الأخرى، بمعنى مطلوب من الحكومات، سواء الحكومات يعني في أي دولة، أن تقوم بتوفير مناخ ملائم لصناعة شاب منتج، يعني لصناعة شاب إيجابي، شاب غير محبط. إحنا المشكلة ربما التي تعاني منها كثير من الدول العربية أنه فئة الشباب هم فئة محبطة، وسبب هذا الإحباط عاملين في تقديري لا ثالث لهما، هم الفقر والبطالة. يعني حتى هي إذا إحنا ننتظر من فئة الشباب تنمية سياسية أو مشاركة سياسية فاعلة وأن يكون إيجابي في المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال المجتمعي، فعلينا أن يعني أن نحل مشكلتي الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب. هذه المشكلتين عندما يواجه أي شاب مشكلة البطالة والفقر، فهذا يسيطر على دماغه، يصبح إنسان محبط، وبالتالي يصبح إنسان سلبي بدل من أن يكون إنسان إيجابي. يعني هذا ربما بعد نفسي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وبالتالي أنا أعتقد بأنه مطلوب إيجاد بيئة إيجابية، وهذه البيئة الإيجابية يجب أن تكون، أو إيجاد هذه البيئة يستوجب القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة في العالم العربي، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تحسن أمزجة الشباب ويجعل من شريحة الشباب شريحة أكثر إنتاجا وأكثر اندماجا وأكثر إيجابية في هذا المجتمع. مسألة أخرى أنه على الدول العربية يعني بشكل خاص أن تحسن من نوعية التعليم، يعني وهذه ربما التفتت لها أو انتبهت لها دول الخليج دون غيرها، أو انتبهت لها دول الخليج أكثر من غيرها، ولذلك نشاهد بأنه الأعداد الطلاب الخليجيين الذين يذهبون للدراسة في أفضل جامعات العالم أعداد متزايدة، وهذه عمليا هي عملية نقل للتعليم، يعني نقل للعلم من الدول المتقدمة إلى دول الخليج، أو من أفضل جامعات العالم إلى الجامعات الخليجية يتم نقل تدريجي. لكن هذا لا ينسحب على بقية الدول العربية، يعني حتى دول المغرب العربي، مصر، السودان، اليمن، معظم هذه الدول حتى هذه اللحظة تعاني من مشاكل في التعليم، نوعية التعليم لا تزال متواضعة بل تزداد تدهورا في الحقيقة. يعني أشكرك أستاذ محمد. نعم، نقطة وضحت. أعود إليك الدكتور النوفلي وأشركك في النقاش حول هذا المحور المتعلق بالجانب السياسي والاجتماعي. قناة سلطان يعني قال أنه لا مصادرة للفكر، هناك تأكيد على حرية التعبير هنا في عمان، حرية الرأي طبقا للضوابط والنظم القانونية. هذه الأجواء، هذه البيئة الإيجابية كيف تساهم في تعزيز الآراء، في تقوية المجتمع، بناء أجيال من الشباب قادر على التفاعل مع مختلف قضايا المجتمع؟ ونجد هذا التفاعل حقيقة موجود في مختلف القضايا اليوم. نعم، من الأشياء التي ينبغي أن نشير إليها في هذا الجانب والتي يعاني منها الشباب في كثير من الدول، ليس الجانب كما ذكر الأستاذ محمد اللي هي الجانب الفقر والبطالة، وإنما التهميش السياسي أو تهميش الجانب الفكري، بحيث أنه لا يتم الأخذ بآرائهم أو لا تتاح لهم الفرصة للحديث أو للاشتراك في العملية التنموية وإن لم يكونوا موظفين، فتقتصر فقط على الإنسان الذي يعمل فقط أو الذي موظف. في هذا الجانب حقيقة السلطنة أتاحت الفرصة وفتحت كثير من يعني وسائل التواصل
الاجتماعي أتاحت لها لمختلف الوزارات، وبالأخير في مجلس الشورى فتح نافذة يعني التواصل مع الشباب في استطلاع آرائهم حول الميزانية القادمة وكيفية يعني تحديد البنود وما شابه ذلك. ورأينا يعني ترحيب شديد من الشباب وإقبال وإعطاء مقترحات رائعة، وكان يقابلها المجلس بالشكر والثناء والأخذ بها، وبالتالي أعطى جو إيجابي جدا، وشعر الشباب بأنهم شريكين في هذه التنمية وليس فقط يعني مستمعين أو أنه. فبالتالي هنا يتم توظيف هذه الوسائل، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حرية الفكر يتم استخدامها وتوظيفها في الجانب الإيجابي. عملية الكبت تنتج كما ذكرت لك يعني عند التشبيه بالمولد إنها تحدث نوع من الانفجار العكسي، وبالتالي أنت معك فئة الشباب ممكن أن تستفيد منهم ويكونوا منتجين، وهم عقول يعني جدا ممكن أن تفيدك بأفكارهم وتطور المجتمع، وبالإمكان على العكس من ذلك إن تجاهلتهم يعني يتم يعني، وهذا ما حدث في كثير من الدول التي طيب. تعاني من 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 قهر الشباب أو من ردة فعل الشباب في تحطيم التنمية، يعني منجزات التنمية تأثرت نتيجة ردة فعل الشباب، وبالتالي الاهتمام بالشباب يعني هذا أمر مهم جدا. جميل. طيب دكتور عبد الأمير، يعني دعني أفتح معك محور جديد يتعلق بتجربة النمو الآسيوية التي أنت أشرت إليها في شرق آسيا، يعني التي قامت بقوة وبثقة في قدرات الشباب في توسيع الفرص أمامهم للعمل لبناء نموذج مختلف وجديد أدى إلى نمو اقتصادي غير مسبوق. برأيك لماذا لا نستطيع أن نحاكي هذا النموذج حتى الآن في العالم العربي رغم هناك إمكانيات؟ أين تضع أيدينا على أسباب القصور؟ يعني اللي تفضلت فيه هذا يمكن يختصر كلام الدكتور حمود والأستاذ عايش، أن هناك بطالة، هناك فقر، هناك قهر يمكن لمصادرة حرية الشباب، ولكن عندنا نماذج يمكن، وحتى بالخليج، وانا اقول لك خلينا نقول لك النموذج الكويتي، او خلينا نقول نشوف اسيا وبعدين نرجع للكويت. اسيا، اليابان هي قائده النمور الاسيويه واللي هي قدوه النمور الاسيويه بعد القنبلتين هيروشيما ونياجازاكي، ما قعدوا يتحلطمون ويلطمون ويبكون، بداوا اولا في صحه وتعليم الابناء، الاهتمام بالصحه والتعليم، صحتهم بان يتفطرون صباحا، بأن يأكلون الأكل السليم، وإحنا كان عندنن شعارات وإحنا صغار نسمح العقل السليم في الجسم السليم، عندهم التعليم حتى لو كان في العراء ما في مدارس، ولكن التعليم والصحة كانوا محورين أساسيين. المحور الثالث هو زرع الثقة في ذوات الشباب. أنت طالع من حرب، لابد أنك تزرع ثقة في نفوس هؤلاء الشباب. نعكس هذا النموذج عندنا في الخليج، عندنا الكويت، عندنا الكويت حرية كبيرة، ديمقراطية في المدارس، في الجامعات، على المستوى السياسي، على مستوى الانتخابات البلدية السياسية النيابية، عندك حرية مطلقة. الآن ما تقدر أنت تخمد صوت الشباب، صوت الشباب، التواصل الاجتماعي، وإحنا نتكلم الآن صوتنا وصل إلى العالم. سابقا يمكن ما في فضائيات، ما في تواصل اجتماعي، من الصعب أن تتواصل. الآن التواصل سريع، إذا أنت هذا مسخر بيد الشباب، إذا أنت ما تستثمر هذا وتعطيهم نطاق حرية كبير لن ترتقي ولن تكون التنمية. النمور الأسوية لما ارتقت بعد ما نمت الروح والثقة في الشباب، هذا البشر هو اللي بنى الحجر، هو اللي بنى ناطحات السحاب، هو اللي بنى الأشياء الأخرى اللي نشوفها التنموية، مو فقط اسمنت وجماد، لا، هؤلاء أفراد عندهم مشاعر، عندهم أحاسيس تحترمها، عندهم رغبات، عندهم قدرات، لابد انك انت تسعى انك انت تبحث عنها. احنا مثلا على سبيل المثال الامور العلميه والعمليه للشباب يجب ان تحترم في كل المجالات، يعني ليش ما يكون عندنا اهتمام في كل الجوانب؟ خلينا نفترض الرياضه، يعني احنا نعتقد كلنا كاباء ان الابناء لابد انه يروح علمي او ادبي، واذا راح علمي لابد انه يصير دكتور او مهندس، واذا راح ادبي لابد انه يكون محاسب او حقوقي محامي. ليش ما نغير هالنماذج هذه الأخرى، النماذج اللي فيها ذكاء آخر ومجالات أخرى؟ عندنا الزراعة وعندنا الصناعة وعندنا الأمور اللي تعتمد على الميكانيكا والحرفيين، احنا قلنا ما نبي نكون احنا استهلاكيين ونكون احنا عالة على مجتمعاتنا. بذلك إذا احترمنا كل
مقدرات الشباب وكل تخصصات الشباب. ما طيب. في وظيفة وضيعة، هناك وضائع، يعني هناك وظيفة متواضعة ممكن، ولكن هذا التواضع ممكن يرتقي ويكون هو طيب. يكون أساس وصلب هذه المجتمعات. طيب أستاذ محمد، يعني الأمم المتحدة أطلقت مبادرة للشباب على موقع الشبكة الدولية للإنترنت بهدف الوصول إلى شباب العالم وضمان أن تنعكس أولوياتهم في جدول أعمال الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية لما بعد عام 2015. برأيك ما هي أبرز القضايا التي يمكن أن يشارك فيها الشباب من أجل صياغة أجندة التنمية المستقبلية؟ يعني أولا أنا أظن أن هذه المبادرة غير كافية. أنا لا أعتقد بأنه مثل هذه المبادرة يمكن أن تستوعب طموح وآمال شريحة الشباب التي يعني يعبرون عنها بمختلف الوسائل الآن أو تظهر بين الحين والآخر. لكن ما هي الملفات أو المجالات التي يمكن أن يشاركوا فيها؟ أنا أظن بأنه أهم هذه المجالات هو التعبير عن الرغبات السياسية لهؤلاء الشباب، بمعنى أنه الحصول أو تكوين قناة للتعبير السلمي عن الرغبات السياسية أفضل بكثير من طريقة النزول إلى الشارع.